نروح لملف الاسكان، وهفكر حضراتكم بكلمه قالها السيد الرئيس قبل كده، ان كل اللي عايز شقه هنديله. ما بقاش من الصعب وما بقاش حلم وما بقاش مستحيل انه تحصل على وحده سكنيه. الحمد لله في طفره كبيره في ملف الاسكان لمختلف الفئات، سواء محدودي الدخل، متوسطي الدخل، وكمان الاسكان الفاخر، وده بيحصل في كل محافظات مصر. لكن النهارده هكلم حضراتكم تحديدا على حدائق العاصمه، ودي يمكن اقرب مدينه جديده للعاصمه الاداريه الجديده. دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تابع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في القطاعات المختلفة في مدينة حدائق العاصمة، ودي إحدى مدن الجيل الرابع الذكية الجاري تنفيذها على مساحة حوالي 29 ألف فدان تقريبا داخل إقليم محافظة القاهرة شرق مدينة بدر. وطبعا مدينة فيها كل الخدمات، فيها ملاعب، فيها مدارس، فيها يعني أماكن للثقافة، فيها أندية، فيها كل مقومات الحياة اللي تقدر كمواطن تنتقل إليها، بالإضافة كمان لتوفير كمان وسائل المواصلات، المحاور والطرق الجديدة، كمان القطر السريع اللي إن شاء الله يعني هينطلق قريبا. كل ده هيسهل الوصول إلى هذه المدن الجديدة. دكتور عاصم الجزار بقى كمان قال إنه فيما يتعلق بمحور الوحدات السكنية في مدينة حدائق العاصمة، تم وجاري كمان تنفيذ 61,518 وحدة سكنية لمحدودي الدخل اللي هو الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل، بجانب كمان إسناد وطرح وتخطيط 22,104 وحدة أخرى في هذا المشروع، إضافة كمان إلى وحدات متوسطي الدخل والمشروعات الخدمية. طيب دايما كده الناس تقعد تسأل، طب المشروعات الجديدة دي إزاي نحصل على وحدة سكنية؟ الشروط، المعايير، الإجراءات، الورق المطلوب عشان أقدم، طب إيه سعر الوحدة؟ طب إيه المساحات المطروحة؟ طيب هل يتناسب مع دخلي ولا لأ؟ طب إزاي دفع الأقساط؟ طيب وأسئلة كتير جدا في هذا الأمر. الحقيقة والإجابات دايما بتكون يعني بتدور حول انه لا، كل الناس تقدر تحصل على وحده سكنيه باختلاف الفئات وباختلاف مستوى الدخول، سواء متوسطي الدخل او محدودي الدخل، او يمكن ده دايما اللي بيشغل بالهم منخفضي الدخول، لانه بيبقى من الصعب عليه ان هو يحوش ويشتري شقه. لكن الدوله المصريه قدرت ان هي توفر سكن لكل المصريين بطرق سداد ميسره جدا بمساحات مختلفه في مناطق مختلفه تيسيرا على الناس. على كل يعني يمكن الايام الجايه كتير هنحاول نوضح لحضراتكم طول الوقت مع المسؤولين من وزاره الاسكان، وهنتواصل معاهم عشان نقول لحضراتكم تحديدا ازاي ممكن تحصل على وحده سكنيه. لكن انا باكد لكم الحقيقه انه الاجراءات سهله وبسيطه، والاشتراطات متعلقه فقط بانك ما تكونش حصلت على وحده سكنيه في اي من المشروعات الاخرى علشان تبقى في عدالة في الحصول على الوحدات السكنية لكل المصريين. وطبعا لما بنتكلم في موضوع الاسكان لازم ما ننساش مبادرات البنك المركزي، الحقيقه اللي خلت الحصول على يعني وحده سكنيه بقت في متناول الجميع. العديد من المبادرات، يمكن اخرها مبادره 3% اللي احنا بنتكلم 3% على 30 سنه لمحدودي الدخل متوسطي الدخل. فيمكن هذه المبادرات مبادرات اولا متعدده، ثانيا انها بتناسب جميع الطبقات، سواء كان طبقه محدودي الدخل او متوسط الدخل تقدر تحصل بشكل بسيط جدا جدا. انت بس بتوافق فيك بعض الشروط وبتقدم عليها وبتحصل عليها ان انت بتحصل على وحده سكنيه، وتبتدي في التقسيط بتاعها ب 3%. احنا بنتكلم يعني تقريبا دي المصاريف الاداريه، يعني بتاخد قرض ميسر جدا على 30 سنه بمصاريف اداريه، فبالتاكيد ده بيخلي اسهل بكتير وبيخلي كل الطبقات قادره ان هي تحصل على سكن، وفعلا مشروع يبقى اسم على مسمى سكن لكل المصريين.